نشرة الرابعة من سمراء، أطيب التحيات وأهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم على ضرورة اعتماد الآليات المناسبة لنشر الوعي لدى المواطنين والتعريف بأساليب الإرشادات اللازم اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. وذكر بيان رئاسي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح أنه استقبل اليوم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الصحية في البلاد والاطلاع على طبيعة إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره، مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع القوات الأمنية والفرق الصحية في الالتزام بتعليمات الحظر الشامل لتجنب الآثار الوبائية. وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة للجيش الأبيض باعتباره خط الصد الأول في مكافحة وباء كورونا. استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان والوفد المرافق له. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي الكهرباء والماء، بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب. بدوره جدد أردكانيان استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات. وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء بشأن قانون الموازنة. وقال مراسل قناة سمراء أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسال قانون الموازنة العامة لهذا العام. فيما عقد مجلس النواب العراقي الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 184 نائبا. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية بحضور 184 نائبا، وصوت المجلس على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون الموازنة عام 2020 خلال الشهر الحالي، وأنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020. كما وجه رئيس مجلس النواب الحلبوسي اللجنة المالية في البرلمان باستضافة هيئة التقاعد وممثلين عن وزارة المالية بشأن رواتب المحالين على التقاعد مؤخرا. أكد المستشار في رئاسة مجلس النواب شاكر حامد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم اسم مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما أشار إلى أنه تم استشعار أو إشعار البرلمان بذلك. وقال حامد في تصريح صحفي أنه تم إشعار البرلمان بأن رئيس الوزراء استكمل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وربما ستصل السير الذاتية للحقائب السبع خلال اليومين المقبلين. كما رجح حامد أن تنعقد جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال الكابينة.
وللحديث عن عقد جلسة البرلمان اليوم ينضم مراسلنا علي الحسني. أهلا بك علي. علي، حدثنا اليوم عن جلسة البرلمان وضعنا في إطار ما تم نقاشه في هذه الجلسة. نعم، تحية لك شيرين ولجميع المشاهدين. حقيقة استأنف البرلمان العراقي اليوم جلساته بحضور أكثر من 184 ناهب، وناقش البرلمان في جلسته قانون الموازنة العامة، وأرسل مخاطبا لرئاسة الوزراء من أجل إرسال قانون الموازنة العامة لمناقشتها في البرلمان العراقي في جلساته المقبلة. أيضا ناقش موضوع آخر مهم هو موضوع مواطن المتقاعدين متأخرها في هذه الفترة، وأيضا الموظفين الذين يحيلون إلى التقاعد مؤخرا، وحتى اليوم لم يتم مواطن ناقش هذا الموضوع وطالبوا حقوق التقاعد في الحضور للبرلمان وصداقتها من أجل مناقشة هذا الموضوع وتبيان سبب تأخر مواطن هذه الشريحة المهمة. أيضا هناك موضوع آخر ناقش من خلاله قانون الاقتراض المحلي والخارجي للتمويل العجز بنفس الجوانب عام 2020، وحول المدير المالية من تخص صلاحيات الاقتراض خارجيا وداخليا في هذا الموضوع. طيب يعني علي، هناك صيغ لقوانين تدعم الحكومة، هل لاحظت وجود اعتراضات على التصويت عليها؟ حقيقة لم يكن هناك أي اعتراض على التصويت على بعض القوانين، على قانون صوت علينا بالإجماع، وقوانين أخرى ما زالت أي مناقشة وفي دراسة من قبل مجلس النواب العراقي، وأيضا بعض القوانين ما زالت الجلسة الجارية نحو بعض القوانين لم تصوت عليها حتى هذه اللحظة، القوانين ما زالت تدرس داخل خطة البرلمان من أجل التصويت عليها مستقبلا. ايه علي، طيب يعني ماذا قانون تعديل قانون التقاعد، هل تمت قراءته ام تم تاجيله الى جلسات اخرى؟ عفوا شيرين، قانون التقاعد هل تم قراءته اليوم ام تم تاجيله الى جلسات اخرى؟ قانون التقاعد هو مجلس النواب وجه مستضافا هيئه التقاعد الوطنيه لايضا دراسه هذا القانون وايضا سبيان سبب تاشير هذه المتقاعدين ودراسه هذا القانون في الفتره المقبله، وايضا التصويت عليه بعد دراسه وايضا بيان المحكمه التي تطلب تاشير رواتب هذه الشريحه المقبله والتصويت عليها. وايضا هناك نقطه مهمه، البرلمان ناقش اليوم الموازنه العامه، وايضا ارسل طلب الى الامانه العامه مجلس الوزراء من ارسال صوره الموازنة العامة من أجل دراستها والتصويت عليها، وهذا الموضوع كله مرتبط بالموازنة العامة حسب ما تحدث به أعضاء مجلس النواب أن الحل يكمن بعد دراسة الموازنة العامة والتصويت عليها مستقبلا. نعم علي، طيب منحة العوائل الفقيرة هل تمت مناقشتها أيضا اليوم؟ نعم بالتأكيد، هذا الموضوع كان من أولويات مجلس النواب اليوم في جلسته وناقش هذا الموضوع، وايضا وجهوا الجهات المعنيه باتخاذ الاجراءات المهمه من اجل تسهيل اطلاق عدد من العوائل المتعلقه بهذه الظروف، وجهوا وزاره الماليه وخولوها في هذا الموضوع ان تكون هي الجهه المعنيه بهذا الموضوع من اجل طرح هذه المنحه، وخولوها كافه الصلاحيات لانه من هذا الموضوع الاطراء بهذه المهمه. نعم، طيب علي، كان من المقرر ايضا مناقشه تقرير لجنه الازمه النيابيه يعني بخصوص جائحه كورونا، ماذا نتج عنها؟ نعم، كما اشرت الجلسه ما زالت حتى هذه اللحظه قائمه، وما زالت هناك بعض الامور قيد المناقشه وقيد الدراسه، وهناك بعض القوانين ما زالت تناقش داخل قمه البرلمان، والجلسه ما زالت قائمه حتى هذه اللحظه، وهناك امكانيه عن مناقشه ايضا هذا الموضوع المهم. وفي الايام القادمه وفي الساعات القادمه ربما سيكون هناك تغيير في القرارات، وهناك تصويت، وهناك اجراءات ربما قرارات تصدر من قبل البرلمان العراقي.
جيد. طيب علي، يعني أنت داخل البرلمان، هل رصدت جدية من قبل المجلس والأعضاء في التعاطي والالتزام بموضوع المواظبة على يعني عقد الجلسات في البرلمان؟ نعم بالتأكيد، كما تلقينا الأخبار وكما تحدث علينا أعمال نوبة الأيام القادمة ستكون أيضا جلسات كثيرة، وهناك الأيام القادمة ستكون ربما أيضا جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، هم ينتظرون إرسال الأسماء للوزارات المتبقية من أجل التصويت عليها في الأيام القادمة، وهنالك حسب ما أشار إليه حتى هنا بعض النواب، الأيام القادمة ستشهد العديد من الجلسات لإكمال الكابينة الوزارية ايضا مناقشه قانون الموازنه والكثير من الكثير من القوانين المعطله والتي تنتظر التصويت مستقبلا. طيب علي، يعني اثناء عقد الجلسه هل تم تطبيق التباعد بين النواب، وهل كان هناك سببا يعني مع ارتداء طبعا الكمامات والكفوف، وهل كان سببا في تاخير عقد الجلسه؟ نعم بالتاكيد هناك التزام، اغلب النواب اغلب الاعضاء المتبقين تقريبا ملتزمون بارتداء الكمامات وملتزمون بارتداء القفازات، وايضا هناك تباعد بعض الشيء بين النواب وبين الموجودين في البرلمان من اجل توخي الحذر ايضا من فيروس كورونا وعدم الملامسه والمصافحه ايضا بين الجميع، وهذا الموضوع ملاحظ من منذ دخولنا البرلمان وحتى هذه اللحظه. طيب علي، يعني بعض النواب تحدثوا عن إصابة بعض النواب وعائلاتهم بفيروس كورونا أثناء الجلسة، هل تم التحدث عن هذا الموضوع أو الإفصاح عنه؟ يعني ماذا لديك؟ في الحقيقة لم يتحدث أي نائب من البرلمان عن هذا الموضوع، لم يتطرق أي شخص عن موضوع بعض أعضاء بفيروس كورونا، والكل كان مشغولا القوانين الوظيفية أو الاقتصادية، كانت أهم المحاور اليوم التي تشغل بجميع وسائل الإعلام وأعضاء في البرلمان، الأوضاع المالية الصعبة، الأوضاع الاقتصادية أيضا، الأوضاع الصحية، لم يتطرق أي شخص إلى موضوع إقامة بعض النواب بما يخصهم. نعم زميلي علي الحسني من بغداد كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تحدث النائب المستقل محمد شياع السوداني عن أهمية التصويت على قانون وصفه بالمهم، مشيرا إلى ارتباطه بالانتخابات المزمع إجراؤها. وقال السوداني في تصريح صحفي أنه من مهام مجلس النواب في الفترة الحالية حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، وإذا تعذر الأمر لعدم التوافق السياسي لأن المطلوب تصويت ثلثي مجلس النواب، علينا الذهاب إلى المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2005 لتعويض العضو المشارك في نصاب المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الاتحادية مهم ومرتبط بالانتخابات المزمع إجراؤها لاحقا. كما أضاف أن الحكومة الحالية جاءت بعد مخاض معقد في فترة انتقالية لتهيئة انتخابات جديدة وحكومة تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي، مبينا أن أمام مجلس النواب مهام مهمة لدعم الحكومة بقرارات وتشريعات لمواجهة تحديات كورونا والأزمة المالية وحسم قانون الانتخابات. كشف مستشار رئيس مجلس النواب والناطق الرسمي شاكر حامد اليوم عن إشعار البرلمان بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، مرجحا وصول السير الذاتية للحقائب السبع خلال اليومين المقبلين. وقال شاكر في تصريح صحفي أن رئاسة مجلس النواب استبقت جلسة اليوم باجتماع لقادة الكتل، وأضاف أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي أكد على ضرورة استئناف عمل المجلس وعقد جلساته ودعوة النواب كافة للحضور وإبداء الحرص الوطني العالي لغرض المباشرة بإقرار القوانين التي تنسجم مع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل العجز المالي للبلاد، وكذلك ما سببته جائحة كورونا من تعطل
للفعاليات الاقتصادية. فيما نفت النائب عن اتحاد القوى زيتون الدليمي اليوم نفت تلقي البرلمان أي إشعار بخصوص أسماء المرشحين لشغل مناصب الوزارات الشاغرة. وبحسب تصريح الدليمي فإنه قالت إن مجلس النواب لم يستلم من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قائمة بأسماء مرشحيه للوزارات الشاغرة لحد الآن. كما أضافت أن اجتماع رئيس المجلس ورؤساء الكتل السياسية حددوا جدول أعمال جلسة اليوم بعدد من الفقرات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والصحي دون إدراج فقرة للتصويت على الوزارات الشاغرة سواء كانت بالكامل أو بعضا منها. وكان المستشار في رئاسة مجلس النواب شاكر حامد قد أكد في تصريح سابق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما أشار إلى أنه تم إشعار البرلمان بذلك. أوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن البرلمان سيناقش مجموعة مواضيع خلال جلسة اليوم، لافتا إلى أن النصاب سيكون حاضرا، خاصة أن هناك توجه كبير لاستئناف عمل البرلمان رغم التحديات القائمة. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي أن مجلس النواب سيناقش ملف الاقتراض الخارجي والمحلي من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة. كما أضاف أن البرلمان من الممكن أن يتناول مجموعة مواضيع من بينها ملف الانتخابات والإشكاليات حول قانون الانتخابات الجديد وسبل تذليلها وتمرير القانون بالكامل، إضافة إلى ملف الكابينة الوزارية والسعي لإكمالها بأسرع وقت ممكن، وكذلك بحث ملف جائحة كورونا. اتهم النائب الشبكي المستقل في تحالف الفتح قصي الشبكي اليوم بعض الأطراف السياسية بالترويج لإصابة نواب وحماياتهم بفيروس كورونا من أجل إفشال انعقاد الجلسة، مبينا أنه لم يجري لغاية الآن التأكد من صحة الادعاء. وقال الشبكي في تصريح صحفي أن بعض الأطراف بدأت بالترويج لإصابات في صفوف النواب وأسرهم والحمايات من أجل منع انعقاد جلسة مجلس النواب، وأضاف أن رئاسة البرلمان والجهات المختصة لم تتأكد لغاية الآن من صحة الادعاءات، إلا أنها ستتخذ عدة تدابير صحية احترازية خلال انعقاد الجلسة اليوم. رجح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي زيادة الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 800 حالة يوميا. وقال التميمي أن استنفار الملاكات الصحية في حملات المسح الميداني في جميع مناطق بغداد أسهمت بنجاح السيطرة على الوباء وتحقيق سلامة المواطنين. ولفت التميمي إلى أن خلية الأزمة قررت التجديد على المنافذ الحدودية ومداخل المحافظات بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل سريع بين المواطنين. وتوقع وزير الصحة زيادة الحالات بين 600 أو 800 إصابة يوميا، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى بعض المواطنين، وأن ارتفاع معدل الإصابات يندرج في عدة مجالات من بينها زيادة عمليات الفحص الميداني وإجراء التحاليل. طمأن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا، وقال الساعدي إن المئات من الفرق الصحية شاركت بالمسح الميداني الذي شمل مناطق مختلفة بجميع أحيائها والمحلات التابعة لها وإجراء الفحص السريع للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.
وأضاف أن المسحات المختبرية بلغت 2500 مسحة يوميا ضمن المسح الوبائي الفعال، والهدف منها رصد الإصابات المخفية والتي لم تظهر عليها أعراض، لافتا إلى أن الوضع الصحي تحت السيطرة في ظل تسجيل هذه الأرقام اليومية. كما أضاف السعيدي وجود خطط استراتيجية تحسبا لتطورات الوضع الوبائي من خلال بناء مستشفيات جديدة وإخلاء أخرى وتخصيصها لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الموقف الوبائي هو من يحدد طبيعة الخيارات في الأسبوع المقبل بين تمديد الحظر الشامل أو العودة الجزئية والحجر المناطقي. أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 104 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تم تسجيل 104 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، كما أضافت أن هؤلاء توزعوا في مناطق متفرقة من الإقليم، مشيرة إلى أن مدينة أربيل سجلت 6 إصابات والسليمانية سجلت 46 إصابة، فيما سجلت دهوك الحصيلة الأعلى بعدد الإصابات إذ بلغت 52 إصابة، ليصبح عدد الإصابات الكلي في الإقليم إلى 849 وضمنها 14 حالة وفاة. دعا محافظ صلاح الدين عمار الجبر دعا اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى الموافقة على رفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل. وقال الجبر في بيان أن محافظة صلاح الدين بقيت سليمة من الإصابات بكورونا منذ بداية الأزمة في آذار إلى حين دخول العسكريين الذين يسكنون في محافظات أخرى وأبناء المحافظة الوافدين من خارج العراق في نيسان الماضي، حيث بدأ تسجيل الإصابات في المحافظة، ما يدل على أن المحافظة خالية من بؤر انتشار المرض. ودعا الجبر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى الموافقة على رفع حظر التجوال في المحافظة بشكل كامل، والذي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي للعوائل التي تعتاش على الدخل اليومي، وتابع أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في حال تمت الموافقة على ذلك. قال النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل إن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق فرض على الحكومة الحالية أو فرض على الحكومة الحالية إلزامها بتنفيذه، حيث ألقت هذه المهمة على عاتقه ويجب المضي بها. تصريح صحفي لخزعل بين أن مجلس النواب حسم أمر إخراج القوات الأمريكية من العراق إضافة للقوات الأجنبية بجميع مسمياتها، وأضاف أن قرار البرلمان واجب التنفيذ من قبل الحكومة، وبالتالي ينبغي على الكاظمي حسم الأمر واتخاذ الإجراءات الملائمة لجدولة إخراج القوات الأجنبية وفق الأطر القانونية. أعلن الحشد الشعبي انطلاق الصفحة الثانية من عمليات أبطال العراق لملاحقة عناصر داعش بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. وقال إعلام الحشد في بيان أن قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش والقوى الجوية العراقية باشرت بتنفيذ اليوم الثاني من عملية أبطال العراق نصر السيادة بخمسة محاور،
كما أضاف أن المناطق المستهدفة باليوم الثاني تقع جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك بمساحة أكثر من 700 كيلومتر مربع. وأشار البيان إلى أن الهدف من العمليات تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول داعش الإجرامي وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء. وللحديث أكثر والعودة إلى موضوع عقد جلسة مجلس النواب العراقي اليوم، ينضم معنا عبر الهاتف الباحث في الشأن السياسي السيدة ناظم الحديدي. أهلا بك أستاذ ناظم. بداية، كيف تفسر عمليات النفي والتأكيد حول موضوع وصول إشارات بأسماء المرشحين لمجلس النواب؟ تفضل. اهلا وسهلا بكم وبجمهوركم الكريم. فيما يخص الاضطرابات والتصريحات التي نلاحظها من بعض الاطراف الخاصه بمجلس النواب، سواء كانوا من قبل الموظفين او المستشارين او من قبل بعض النواب، فهنالك من ينفي وهنالك من يؤكد وصول اسماء، لكن كما لاحظنا ان جدول اعمال مجلس النواب يخلو من اي اسماء قدمت لاستكمال الكابينه الوزاريه، وان والدليل على ذلك ان النائب فارح العيساوي الناطق باسم تحالف القوى العراقيه ليله امس ذكر بان لو وردت اسماء الى مجلس النواب من قبل الكاظمي سوف نوافق عليها او نصوت عليها. نعم. إلا أن المشهد الآخر البعيد عن التصريحات هو يدل على وجود خلافات بين الكتل حول أسماء المرشحين، وهذا واضح وجلي من قبل عدد من الأطراف التي أبرزها إصرار الكتل الكردية على تولي حقيبة الخارجية وإسنادها إلى فؤاد معصوم فؤاد حسين. لكن الملاحظ انه بعض التصريحات التي صدرت مجلس النواب تحاول رمي الكره في ملعب الكاظمي، لكن الكره ليست في ملعب. طيب يعني استاذ ناظم، يعني لو سمحت لي استاذ ناظم، لو تسمعني، يعني ان هذه الخلافات بين الكتل السياسيه حول اسماء المرشحين، يعني ما نهايتها؟ هل سيتم وضع الخلافات جانبا ام سيكون حلها من باب التنازلات؟ لحد هذه اللحظه المعطيات لا تدل على ان هنالك تنازلات، بل هنالك اصرار كبير على التمسك بالمواقف، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخير تقديم الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها. والخلافات هي طبعا قطعا بين الكتل، وربما تكون الخلافات بين الكتلة الواحدة حول طبيعة الأسماء وآلية الترشيح، وهذا ما ذكر بخصوص عدم التصويت على عدد من الوزراء الذين قدمت أسماءهم خلال الجلسة التي صوت عليها على الكابينة في 6 مايس الماضي. نعم. ولو كان هنالك اتفاق بين الكتل وكانت هنالك تنازلات لرأينا أن الكابينة قد مرت بالأسماء التي قدمت من قبل الكاظمي والتي رشحت أيضا هي من قبل عدد من الكتل السياسية. طيب يعني أستاذ ناظم، أنت قلت أنه سيتم رمي الكرة في ملعب الكاظمي، الكاظمي إلى ماذا سيتجه؟ ماذا سوف يفعل لإرضاء الكتل وإكمال الكابينة الوزارية؟ في طبيعة الحال أن الكابينة التي تم التصويت عليها، يعني عدد من الحقائب الوزارية، هي لم تكن مستقلة بالدرجة التي يصبو إليها الشعب، والتي يعني يحاول الكاظمي أن يكون له استقلالية كاملة في اختيار الوزراء. بالتأكيد كان هنالك تشاور مع الكتل
وقدمت الأسماء أيضا من خلال بعض الكتل، إلا أنها هي كانت الأقرب إلى الاستقلالية والأقرب إلى المهنية. لكن إذا لم يكن هنالك تنازلات من بعض الكتل المتمسكة بآرائها وبمواقفها، سوف يكون مرور الكابينة صعب جدا. والكرة الآن ليست في ملعب الكاظمي، بل الكرة في ملعب الكتل، لأن البرلمان مكون من الكتل، فلا يمكن للبرلمان أن ينأى بنفسه عن مسؤولية تمرير ما تبقى من الحقائب الوزارية لاستكمال الكابينة الوزارية. طيب يعني أستاذ ناظم، رئيس مجلس النواب وجه بمخاطبة حكومة الكاظمي من أجل إرسال موازنة 2020، وهناك مطالب من الحكومة تتعلق بسن أو تشريع يعني قوانين من أجل الاقتراض المحلي والخارجي، كيف سيكون المشهد برأيك؟ طبعا هي خطوة إيجابية جدا من مجلس النواب، هو إلزام الحكومة بالإسراع في تقديم قانون الموازنة، لأن كما يعلم الجميع والمراقبون أن البلد معطل بكل مفاصله بسبب عدم إقرار الموازنة. وبالنسبة لعمليات الاقتراض الداخلي والمحلي والخارجي، لا يمكن أن تكون إلا بعد إقرار الموازنة والعمل على تشريب فقراتها وأبوابها بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي الحالي والتدني الواضح والانتكاسة الكبيرة في أسعار النفط، وهذا بحد ذاته هو ما سيحدد عمليات الاقتراض الداخلية والخارجية بما يتلائم ومتطلبات الموازنة للمضي والخروج من هذا المأزق الاقتصادي الذي يمر به البلد في هذه الظروف الحرجة التي رافقتها أزمة كورونا والتدهور الاقتصادي العالمي. وبالتأكيد أن موضوع الموازنة وإقرارها وتقديمها لمجلس النواب سوف يكون له أثر كبير في الخروج من هذه الأزمة. نعم، يعني أزمة أو العجز المالي في الموازنة لهذا العام، برأيك هل الاقتراض هو سيكون الحل لتفادي هذا العجز؟ طبعا الاقتراض هو لا، أكيد ليس حلا، يعني هو من اسمه اقتراض. نعم. فهو يعني الحكومة مطالبة بتسديده وما يترتب عليه من أرباح مستقبلية، لكن الاقتراض هو كحل آني للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن إعادة هيكلة وتنظيم الموارد وتعددية الموارد وخطة اقتصادية تتلائم مع الوضع الاقتصادي العالمي الحالي والواردات التي تدخل إلى البلد في هذه الظروف عن طريق أسعار النفط، ومن أهم الأمور هي الخروج من الاعتماد الكلي على أسعار النفط إلى آفاق أخرى تعزز موارد الدولة وتنظيمها للخروج من هذه الأزمة، ووضع خطة استراتيجية يعني تنقل البلد من حال الفوضى الاقتصادية وعدم التخطيط إلى حال آخر في ظل خطة مهيئة وتعمل بطريقة استراتيجية لها القدرة على مواجهة مثل هكذا أزمات كالدول الأخرى. نعم نعم، الباحث في الشأن السياسي الأستاذ ناظم الحديدي، شكرا جزيلا لك. أعلنت خلية الإعلام الأمني نتائج عمليات أبطال العراق نصر السيادة في يومها الثاني، وذكرت الخلية في بيان أن القوات الأمنية تواصل عمليات أبطال العراق نصر السيادة لليوم الثاني على التوالي. وأهم نتائج هذه العمليات أن القوات المنفذة في محور الجيش تمكنت من تدمير 3 عجلات شمال شرقي سد العظيم وتهديم عدد من الأوكار المتفرقة شمال شرقي قرية طالعة وتفجير عجلة مفخخة في القرية ذاتها، فضلا عن الاستيلاء على 3 عجلات تابعة لعصابات داعش الإرهابية والعثور على ملابس مدنية في وادي الشاي. كما أضافت أن قوات الرد السريع تمكنت من تفجير وكر في جنوب قرية البوشابة. أما في محور الحشد الشعبي
فتمكنت القوات من تدمير بكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي. وأشارت إلى أن محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية تمكنت القطعات المتواجدة فيه من تدمير 4 أوكار والعثور على ملابس شمال قرية عز الدين محاذاة جبل حمرين. كشفت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي اليوم عن تطهير 700 كيلومتر مربع من عناصر تنظيم داعش في أطراف كركوك، مبينة أن عمليات أبطال العراق نصر السيادة تسير بشكل أسرع من المتوقع. وقال مدير العلاقات والإعلام في المحور علي الحسيني في تصريح صحفي أن عمليات أبطال العراق نصر السيادة مستمرة وستنهي تحركات داعش في جبال حمرين، مؤكدا تطهير 700 كيلومتر مربع من تنظيم داعش. وأضاف الحسيني أن نتائج الصفحة الثانية للعمليات ستعلن فور إنهاء جميع المحاور وأهدافها، إلا أنها تمكنت من تدمير العشرات من المضافات. دمرت قوات الحشد الشعبي اليوم 4 مضافات لتنظيم داعش الإجرامي ورفعت 50 عبوة ناسفة في سلاسل جبال حمرين. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوة من اللواء 21 للحشد دمرت 4 مضافات لداعش وعثرت على سلاح مقاومة للدروع في سلاسل جبال حمرين في ديالى. وأضاف البيان أن مفارز مكافحة المتفجرات للحشد رفعت 50 عبوة ناسفة في إحدى المضافات في جبال حمرين بشكل آمن. أعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم عن إكمال الحشد الشعبي والقوات الأمنية خط الصد أمام جبال حمرين لمنع فلول داعش من الهروب. وقال حاتم بحسب البيان أن القوات الأمنية والحشد الشعبي المشاركة في عمليات أبطال العراق نصر السيادة أكملت خط الصد أمام جبال حمرين لمنع العدو من الهروب أمام ضغط المحاور التي تتقدم. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير مضافتين لداعش في نهر الزيتون وجبال حمرين، فضلا عن رفع عبوة ناسفة من أمام طريق تقدم قطاعات الحشد الشعبي، مشيرا إلى تدمير طيران الجيش العراقي عاجلا لداعش في جبال حمرين. أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في مؤتمر صحفي أن الهدف من عملية أبطال العراق نصر السيادة التي انطلقت أمس من 5 محاور تهدف إلى تفتيش مناطق جنوب غربي كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين، مشيرا إلى أن الهدف هو لملاحقة المطلوبين وعدم أعطائهم مساحة للتحرك. عملية أبطال العراق نصر السيادة والتي تهدف إلى تفتيش مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك. الهدف من العملية هو تعزيز أمن تلك المناطق والاستقرار فيها من خلال ملاحقة المطلوبين والبحث عن أوكار العصابات الإرهابية وعدم إعطائهم فرصة للتحرك داخل هذه المناطق. بلغت المساحة التي شملتها العملية 738.5 كيلومتر. هذه المساحة هي عمليات تفتيش وبحث تجري فيها. العملية انطلقت من 5 محاور. كما أكد الرسول تحقيق العملية لعدد من أهدافها المرسومة ضمن المحاور الخمسة التي انطلقت منها. تمكنت الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية من العثور على وكر الإرهابيين وعدد من العبوات الناسفة وأيضاً 12 قنبرة هاون وتسع عبوات ناسفة محلية الصنع، وتم تفتيش قريتين. ثانياً، تمكن قوات الرد السريع من تفكيك عجلة مفخخة في قرية سماكة. ثالثاً، عثرت قطعات الجيش على 3 براميل
تحتوي عتاد وأرزاق، كما عثرت على مدفع SVG9. هذا المدفع هو مقاوم للدبابات والدروع. وفجرت عبوتين ناسفتين ودمرت نفقين وعجلة مفخخة. رابعا، تمكن اللواء 22 في الحشد الشعبي من قتل إرهابيين 2 في قرية السهيل جنوب شرق كركوك، كما تم تدمير 3 أوكار وعدد من أنفاق جنوب شرق كركوك أيضا، فضلا عن العثور على معدات لوجستية وطبية كان يستخدمها عناصر داعش الإرهابية في وادي الشاي. خامسا، في محور قيادة عمليات صلاح الدين فقد تم تدمير عجلة ووكرين من قبل طيران الجيش العراقي. أكد مستشار رئيس الوزراء هشام داود في مؤتمر صحفي أن الحكومة العراقية تواجه مشاكل اقتصادية من بينها انهيار أسعار النفط وتزايد الإصابات بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إجراء انتخابات مبكرة، كما أكد أن الحكومة جادة بمتابعة ملف التظاهرات وفتح تحقيقات شفافة تكلفها لشخصيات نزيهة. النقطة الأساسية تحضير البلد والمجتمع إلى انتخابات مبكرة، نعمل عليها بجد. السيد الكاظمي من اليوم الأول شكل فريق للتفكير بالتقنيات للتفكير بتحضير البلد إلى الانتخابات القادمة. هناك مجموعة آليات موجودة، هناك قانون أمام البرلمان، جزء من عنده صوت عليه، جزء الآخر لا زال. هذا القانون يحتاج ربما إلى إعادة مراجعة، إعادة كتابة، ربما الأمور متروكة الآن إلى الحكومة. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحكومة التي لا تريد أن تتركها، أنه هي وعدت الشعب أن تتوقف على ما حصل منذ أكتوبر الماضي إلى اليوم، وهذه الحكومة أيضا جادة أن تكون هناك معاينة شفافة لما حصل، وهذه المعاينة الشفافة سوف تكلفها لشخصيات مستقلة نزيهة معروفة بجرأتها وباستقلاليتها للنظر إلى ما حصل حقيقة. بدوره أكد داود أن هناك مصاعب كبيرة تواجه الحكومة من بينها فيروس كورونا، كما أشار إلى أن الوباء بدأ يتفشى وأن المرافق الصحية تواجه صعوبات كبيرة، وأكد أن الإمكانيات المادية أصبحت ضيقة. الموضوع الأول بطبيعة الحال ما يتعلق بجائحة كورونا، لا أخفي عليكم المعطيات اللي موجودة هي ليست تذهب بالاتجاه الإيجابي. الوباء ده يتفشى، في نفس الوقت إمكانياتنا كمستشفيات وكبنيان وكهيكلية صحية أيضا ده تواجه صعوبات لمواجهتها. إمكانياتنا المادية أصبحت يعني ضيقة، فالحكومة ده تعمل بجهد كبير جدا لضمان عبورنا هذه المرحلة الانتقالية أمام جائحة كورونا التي تضرب بعنف، تضرب بالأول الاقتصاد العراقي، تضرب حتى الجانب التعليمي والسياسي، وأيضا في نفس الوقت أخيرا أعلنت أمانة بغداد عن إعادة افتتاح شارع السفارة السورية ورفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع المنصور. وقالت الأمانة في بيان إن ملكاتها في دائرة الوحدات الإنتاجية ودائرة بلدية المنصور، وبمتابعة مكتب أمين بغداد باشرت وبالتنسيق مع خلية المتابعة والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء برفع الكتل الكونكريتية وإعادة فتح شارع واحد ضمن المحلة 609 والذي يضم مبنى السفارة السورية. شكرا لكرم المتابعة ودمتم بخير.